جميل أبو راكان. طبعا اول شيء هويه النصر اليوم بعد يعني كان له هويه في الملعب، هناك يدل انه فك المدرب. فك المدرب، انا شاهدت المباراه، الاتفاق ما ظهر اليوم بسبب تكتيك طريقه لعب النصر. النصر كان بيضغط على طول، بياخذ الكوره، بيستدعي الكوره من الاتفاق، ضيق المساحات، الفريق مترابط، الفريق بيطلع مع بعض ويرجع مع بعض. الهوية اللي كانت مفقودة من النصر موجودة اليوم في أداء النصر. النصر قدم مباراة كبيرة الحقيقة، والعناصر اتحررت، تشعر انه لعيبة النصر اتحرروا في أداء هذه المباراة. شوف ماني اليوم كان نجم المباراة في وجهة نظري، بسبب تحركاته، بسبب لعب الكرة، بسبب الباصات اللي بيلعبها اللي جايين من الخلف. يعني الاهداف اللي سجلوها النصر الجميله حقت النجدي وحقت تاليسكا من صناعه ماني. الحقيقه يعني احنا كنا نطالب بكاسترو لانه النصر كان بدون هويه، عناصر قويه موجوده لكن ليس له هويه. طبعا لا ننسى انه اللاعب اللي جابوه اللي هو ساكسيمان أدى قوة كبيرة والتنظيم الدفاعي اللي في النصر، كان يعتبر قائد للدفاع النصر وكان بيأدي وعمل الثغرات اللي كانت موجودة. طبعا شفنا اليوم سلطان الهنام كان الظهيرة حقة النصر اليوم، سببوا في هدفين، واحد ضربة جزاء والثاني سجل هدف جميل بطريقة جميلة. ولكن أنا زعلت الحقيقة لو المدرب كان اخذ قرار بتغييره، لكن جاء التغيير بعد تسجيل الهدف مباشره، فاللاعب فرحته. لكن هذه كره القدم، العطاء والمجهود في الملعب، وكان جيدين الحقيقه وقدموا مباراه كبيره. تاليسكا اليوم لاعب في خانته اللي كان فاقدها في مع كاسترو، وكريستيانو لاعب في خانته. الفريق اليوم في تنظيم، في هويه في الملعب. جميل. كانت اهم نقطه كانت الكره دائما مع النصر.